السيدة لينا قنوع محللة أسواق مالية عالمية في إكويتي جروب. أهلا بك سيدة لينا. برأيك ما الذي يدعم أسواق النفط؟ هل هو ارتفاع الطلب أم المخاوف الجيوسياسية أم هناك أسباب أخرى تدعم هذه الأسعار؟ أهلا بك. بداية بالفعل المخاوف الجيوسياسية وأيضا ارتفاع الطلب هما يؤثران على ارتفاع أسعار النفط. عم نشوف ارتفاعات لأسعار النفط وصلت لأعلى مستوياتها في 7 أعوام رغم بعض التراجعات اللي عم نشوفها اليوم بسبب ربما يتم التوصل لاتفاق نووي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نعم. وهذا سبب بعض التراجعات على أسعار النفط لأن إذا نظرنا إلى المخزون هو إيران 80-90 مليون برميل يوميا، فبالتالي إذا تم عودة الصادرات الإيرانية نتحدث عن 2.5 إلى 3 مليون برميل يوميا. الاستهلاك تقريبا عم نتحدث عن 2.5 فقط الاستهلاك هو الداخلي من قبل إيران، يعني 1.5 فقط إلى الأسواق، وبالتالي سيكون التأثير على أسعار النفط سيكون مؤقت وسنشهد بعض الضغوطات، لكن بعد ذلك إذا نظرنا إلى المدى الطويل فهو يعني بالنسبة نلاحظ أن الطلب سوف يعود إلى مستويات ما قبل جائحة الكورونا. وأيضا نحن عم نشوف إسا ما زالت أوبك بلس عم تزيد الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا، حتى لو تمت يعني إنهاء القيود على الإنتاج بشكل كامل وعودة ضخ النفط فربما يعود 6.5 مليون برميل يوميا مقابل 1.5 كان في عام 2021، فهذا بالتالي سيحصل في النصف الثاني بعد معدلات أستاذة لينا، بعد معدلات التضخم المرتفعة، البيانات الاقتصادية الأمريكية من بيانات وظائف وغيرها، يعني هل سيجبر الفدرالي على رفع الفائدة في مارس المقبل بإيجاز؟ نعم، يعني مستويات التضخم اللي عم ترتفع عم نترقبها يوم الخميس ستصل لمستويات قياسيه ربما الى اعلى منذ عام 1982، فبالتالي ربما سيكون رفع اسعار الفائده محتمل في مارس. هناك حديث الاسواق عم تترقب رفع اسعار الفائده ب 50 نقطه اساس بدلا من 25 نقطه اساس، والرفع راح يكون باربع مرات التوقعات بشكل عام، 1% بنسبه 65%، 1.25 الى 1.5 تقريبا بنسبه 30%، 1.5 1.75 بتقريبا ب 30%. عم نترقب انه يكون في رفع لاسعار الفائده وتجديد للسياسه النقديه، وخاصه انه البنوك المركزيه الاخرى كمان ايضا عم تتجه لتجديد السياسه النقديه. ايضا ما توقعاتك للذهب؟ بالنسبة للذهب عم بنشوف النطاقات الجانبية ما زالت للذهب، ربما نحن نصل إلى مستويات أعلى من ذلك 1830 ونعود للتراجع في ظل عم نشوف هي الارتفاعات فقط نتيجة ارتفاع مستويات التضخم والمخاوف الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا عم تلعب دور في أنه في ارتفاعات أسعار الذهب، لكن المخاوف من تجديد السياسة النقدية فيما بعد وارتفاع واقف سندات الخزانة الأمريكية اللي عم توصل لأعلى مستوياتها ربما منذ عام 2020، هذا عم بيلعب يعني ربما يلعب الدور في تراجعات أسعار النفط، ونشوف عودة للاتجاهات الهابطة في حال تجديد السياسة النقدية. ما زلنا نحن فوق مستويات 1800 دولار، كسر مستويات 1780، هذا ربما يبقي على الاتجاه الهابط لأسعار الذهب في الفترة القادمة، لكن على المدى القصير نحن نتحرك عن نطاقات جانبية. أستاذة لينا قنوع محللة أسواق مالية عالمية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.